يكتب ويمشى شرط في اسمك. مين ايدي كوهين؟ ايدي كوهين، سؤال مهم يا جماعه. ايدي كوهين ده واحد من منسوبي الوحده 8200. ايه الوحده 8200 الاول؟ هي وحده في الاستخبارات الاسرائيليه هدفها ممارسه الحرب النفسيه تجاه العالم العربي. ايدي كوهين يجيد اللغه العربيه بشكل كبير جدا، مهمته على السوشيال ميديا وخصوصا موقع منصه اكس يعني مهاجمه العالم العربي والتشكيك في القيادات العربيه والتشكيك في المحيط العربي و نشر الشائعات. هذه المسائل تتم في اطار مساله تسمى في اسرائيل هندسه الوعي العربي، بمعنى انه يبدا يزرع في العقليه العربيه مجموعه من الافكار والحرب النفسيه اللي تخلي المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي اداه طيعه في نشر الدعايه الصهيونيه. ليه طيب وسائل التواصل الاجتماعي؟ هو ما يقدرش يطلع مع حضرتك على الشاشه، ما يقدرش يدخل على التلفزيونات العربيه. ده يطلع معايا ايه؟ لا هو لا غير مين اللي يطلع معايا ده؟ ما يقدرش. فبيعمل ايه؟ هو عايز يوصل لحضرتك وللمشاهد بتاع حضرتك على الموبايل اللي هو ماسكه في ايديه. والحقيقه ان في عصر السوشيال ميديا وحروب الجيل الرابع وحروب الجيل السابع كمان هو بينجح في ده. فانا وصيتي بس للطلبه عندي، وصيتي للمصريين، كفايه تفاعل مع ايدي كوهين. وهقول لك دليل يعني. ايدي كوهين على صفحته بالعبري، هو عنده صفحه بالعربي بيكلمنا بيها وعنده خطاب مختلف تماما بالعبري بيكلم الاسرائيليين بيه. عمل فيديو واتعشم ان انا ترجمه قريبا يعني. الفيديو بيخاطب فيه الاسرائيليين بيقول لهم ايه؟ ما تنشروش اعداد القتلى. في ناس قاعده على السوشيال ميديا العبريه، هم خبراء عرب يجيدون اللغه العبريه ويترجمون كل ما يكتب وكل ما يقال، ويرفعون الحاله المعنويه في الشارع العربي، ويرفعون الحاله المعنويه للمقاومه، وينشرون الذعر الاسرائيلي من المقاومه. فكفايه نشر لاخبار الانتصارات العربيه. فبالتالي مش معقوله يعني إذا كان إيدي كوهين بيحذر الإسرائيليين من نشر الأخبار التي ترفع معنوياتنا كعرب، إن إحنا نكون نستسلم لما يبث من دعاية سلبية. وهو مش الوحيد، هو ومجموعة تانية معروفة طبعا أبرزهم أبي خاي أدري. هل هو كده ضابط في الاستخبارات العسكرية؟ مش شرط يكون ضابط لكنه مستشرق. هم بيعتمدوا على مجموعة من المستشرقين أو المستعربين اللي هم يجيدون اللغة العربية لأنهم من أصول عربية أو درسوا العربية في أروقة الشباك والموساد وأجهزة المخابرات المختلفة. لكن كل ما أستطيع أن أؤكده لك، وليس وجهة نظر لكن معلومات واعترافاتهم هم كمان، يعني مش لازم اقول لك انها معلومات سريه وكذا، لا، هم بيعترفوا ان هم جزء من الوحده 8200 وهدفهم نشر الدعايه السلبيه في العالم العربي من خلال وسائل التواصل. بلاقي دكتور عبود انه بتوع جماعه الاخوان الارهابيه هم اكتر ناس بيتفاعلوا معاه وبياخدوا ويقعدوا يروجوا ليه. للأسف الشديد يعني أكتر ما يحز في نفس البني آدم كإنسان مصري ما يفعله الإخوان الإرهابيون. يعني أنا لما بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط التواصل الاجتماعي إن كل كذبة إسرائيلية وكل دعاية إسرائيلية وكل شائعة إسرائيلية يتم تبنيها من صفحات الإخوان، ويتم تبني يعني يا أستاذ أحمد في بعض صفحات الإخوان مش عايز أقولها عشان ما أعملهاش دعاية، بتتبنى فكرة التهجير، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وبتضغط على مصر ببكائيات حوالين التهجير. يعني مش ممكن، يعني إذا كان الإسرائيليين بيعملوا هذا الأمر لأغراض توسعية استيطانية، مش ممكن جماعة الإخوان الإرهابية تتماهى مع الأهداف الصهيونية. أنا الحقيقة